الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله على نعمة لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا شرح صدره يا إخواني. هذه يعني الإنسان بده يسأل عن حاله، مثل المنافق ومثل المؤمن. إذا الله وفقك لصلاة الفجر فأنت عندك إيمان والله رضيان عنك، وإذا الله ما وفق لصلاة الفجر عندك مشكلة في قلبك، بدك تجتهد حتى يأتي النور في قلبك، حتى الله يشرح صدرك لصلاة الفجر. لأن الرسول عليه السلام شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يا اخواني اللي الله بيحبه بيشرح صدره لصلاة الفجر، لانك بتكون في ذمة الله، في كنف الله، في حفظ الله. وبعدين يعني اللي بيصلي الفجر كأنما قام الليل كله. بعدين يا اخواني بركة صلاة الفجر، بركة صلاة الفجر، اذا ركعتين سنة الفجر، الفجر خير من الدنيا وما عليها. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. بعدين يا اخواني الرسول عليه السلام من سنة النبي عليه السلام كان إذا صلى الفجر أضحى ثم راح إلى بيته، يعني ما يروح على من سنة الفجر، من سنة الرسول عليه السلام إنه يجلس في المجلس في المسجد حتى يعني يضحي، حتى يعني ضحى ويصلي، يروح على بيته بركة بثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة. بعدين يا أخواني يعني النوم بعد صلاة الفجر مش محمود. يعني الرسول عليه السلام بيقول اللي بينام بعد الفجر بتروح بركة الرزق. بعدين روح على فاطمة لها قال لحولي اشهد رزقك يا فاطمة، لأن الملائكة بتوزع الأرزاق على صلاة الفجر. ليش مش بركة في الأرزاق اليوم؟ لأنه أكثر الناس يا أخواني بتكون نايمة أو في أشغالها في هذه الساعة. لا، اللي يا أخواني بيكون على الذكر الملائكة بتقول له خذ رزقك بارك الله لك فيه، اللي بيصلي في بيته خذ رزقك، اللي بيصليش يا اخواني بتدي عليه في إلك البركة. فنحضر نومة بعد الفجر ما ننامها ان شاء الله تعالى، لانه اللي بذكر عبد الكردي قبل طلوع الشمس بساعة وقبل غروبها بساعة اكفيك ما بينهما. الله يا اخواني هذا بركة الرزق، اللي بذكر الله صباحا مساء الله ببارك له في رزقه. فنسأل الله، والمرأة بتاخذ ثواب حج وعمرة في بيتها، في بيتها تقعد على المصلية حتى تطلع الشمس بتاخذ ثواب حج وعمرة. أسأل الله إنه الله يوفقنا، لأنه هذا ميزان الإيمان. إذا الإنسان عنده إيمان والله راضي عنه بذكر الله صباحا مساء، فالله يوفقنا يا ربي لذلك. بعدين شي حاج أظني برضو من ناحية طبية، من ناحية طبية الجلطات، يعني اسأل الأطباء من الساعة 2 للصبحيات هذه الجلطات. إذا أعداء الإسلام بيحاولوا يعملوا رياضة الصبحيات، إحنا الله أعطانا عبادة الحمد لله. ليش الله ما قال لنا صلاة الفجر على 8 ولا على 9؟ لأنه والله حريص عليك أكثر ما أنت حريص على نفسك. الله بيفتح لك الشرايين، الله سبحانه وتعالى دقات القلب تلك تحول وتركع وتسجد. قديش هذه والله أكثر الناس يا أخواني اللي بنجلطوا ما بكون عندهم هذا الإشي. الجلطات كلها بتيجي اخر الليل، تلك تحول محول، شارب لك شوربة مية، شارب لك زنجبيل، شارب لك حلبة، شارب لك شوب، اي حاجة، وتروح على المسجد. والله نور يا جماعة الخير، كل خطوة بتمشيها للمسجد درجة، والدرجة ما بين السماء والأرض. فاللي الله بيحبه يا اخواني بيشرح صدره لصلاة الفجر. واكبر عقاب، اكبر عقاب إنه الله سبحانه وتعالى يعاقبك يا الإنسان، مش بولدك ولا بصحتك ولا بمالك ولا بعيالك، أكبر عقاب إنك قلبك يتسكر عن طاعة الله ويحط لك نقطة سودة تصير صلاة الفجر عليك تقيلة. والله يا أخواني من المعاصي، قال شو بقول العارف في الله؟ بقول ليش بتقومش الليل الناس؟ قال أثقلتنا ذنوبنا. ليش بتصليش الفجر؟ أثقلتنا ذنوبنا. اللهم عافينا من الذنوب، لأن الذنوب بتخلي الواحد يحوف هيك
ويعاود يركمي على الارض، هذا من المعاصي والذنوب. بصير بكون ماكل حرام، بصير بكون ماكل الولايه، بصير بكون شو عامل في حياته، مغضب والديه. الله بوفقوش لصلاه الفجر، الله يوفقنا لصلاه الفجر والذكر بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء، هذه سنه النبي عليه السلام. الله يوفقنا. بارك الله فيك يا حاج. الله يجزيك الخير، والله يجعل امه محمد كلها ما تموت الا غير وهي بصلي الفجر. لانه نيال اللي بكون في ذمه الله، في كنف الله، في رحمه الله، والله نياله، والله هذه السعاده. اشهد بالله ما تغار من واحد الا تغار من صاحب الايمان اللي الله بيحركه لهالدين. الله يوفقنا ويحرك امه محمد جميعا للجهد يا الله، لانه هذا من جهد النبي عليه السلام، هذا من جهد النبي عليه السلام، صلاه الفجر من جهد النبي. والله لا تدرس الناس وانت مش مصلي الفجر، كلامك ما في اثر. ليش اكثر الناس اللي بيدرسوا كلامهم فيش في اثر؟ لانه يمكن الواحد مش مصلي الفجر يروح يقول للناس، شو بدي يقول للناس؟ فيش له خلوه مع الله، فيش له علاقه بالله. اللي ما بيصليش الفجر في جماعه ما لهش علاقه مع الله، لانه بين المنافق والمؤمن. الله يوفقنا يا رب. حياك الله حاج، السلام عليكم.